شهر مبارك، أكيد الكل ناطر حزورتنا اليوم. من قلب الشجرة مقطوفة وعقلب الحلة مخطوفة، ضربوا وقتلوا راس على النار ببلاد الشام معروفة. اللي بيجاوب صح رح يدخل اسمه بالسحب. خلونا نشوف سوا شو الهدايا اللي ناطرتنا. تتشرف باتيسري لمادلين بتقديم هدية يومية للفائز بحزورة رمضان من الحلويات العربية، وكل عام وأنتم بخير. بشرفني أني أنا أكون معكم طيلة شهر رمضان لأقدم لكم 30 هدية تسعد قلوب الستات. أتراني عثمان بيوتي سنتر مع فريق عمل نسائي متخصص، كل عام أنتم بألف خير. إنسايد أركيغرافيك بيقدم كباية مطبوع عليها صورة الرابح ولوجو المطبخ طرابلسي. تسر إدارة مطعم عبد الكريم صبرة أن تقدم وجبة يومية للفائزين بحزورة رمضان المبارك. بقدم لكم من محل ديفا هدية يومية للرابح بحزورة رمضان، شال من اختياركم ورمضان كريم. شهر مبارك للجميع. من باتيسوري سمير منحب نقدم ألبين كيك للفائزين بحزورة رمضان.